10 فريمون عييت. هادشي كنت كامل دخلو في قلبي. وخلي دابا الصحابات ينفعوك اللي فرتكو لينا الشمل. صحابات اللي كيتعنبوا عليا ويصيفطوا ويسبريميو وتقول لك انا تهكا ليا الكونت، انا تهكا، انا هكاو ليا الكونت. شنو مال الكونت تهكا ليك؟ انا في هذا الفيديو غندوي فريمون بحرقه وغادي نخرج كاع داكشي اللي في قلبي حيت فريمون عييت والله طفح الكيل في لي ميساج. لقى الميساجات، لقى السبان في لي كومونتير، لقى السبان من في الزنقه، لقى بنادم سورتو العيالات، اما الرجال فريمون كيسبورتوني ديال بصح وشكرا لكم على السبورت ديالكم، غير مع الرجال. ولكن العيالات راه فريمون كرهوني بسبب شنو؟ بسبب اشاعات خرجوا وهضره خرجات. شوف انا كاع داكشي كامل غنحطو اليوم سبب الطلاق نهضر عليه، وغادي نخليكم نتوما انكم تجوجوا بعينيكم تجوجوا بهذه الهضره اللي كنقول. اخوان انا ملي تزوجت بديك السيده زوج بها على سنه الله ورسوله، ومني مشيت خطبتها كان ديجا عندي الدار شاريها كاش بدراعي. الناس اللي كيقولوا كانت كتصرف عليه، ما كانتش كتصرف عليا السيده، انا كنت كندخل 5 6 مليون بالكوتشينغ صافي واش نحطوها. السيده ملي خطبتها ما كانتش كتدخل حتى درهم، وكنت كنصرف عليها كل شيء وما خصها حتى شي خير. ومع الوقت فين داك ولا دي ديزيكيليب. هذه الاولى. ثاني حاجه ما خليت ما درتش على ديك الانسانه، وحتى هي ما خلات ما درتش على ودي، فهمتيني؟ اخر انيفرسير ديالها شريت لها 2 مليون ديال الذهب. تكذبوني الناس حيت بقاو عليا فريمون، بقيتو عليا بواحد لابريسيون. بان داك الشاب كتصرف عليك، كتصرف عليك، كتدير لي كتدير لي، وفريمون هي كنعاش بالحال ان داك ليماج ديالي تخسر. هذه الاولى. القضيه ديال المصروف وداك الشيء راه انا قاد بدراعي وعندي مداخلي والحمد لله ما خصني حتى شي خير. فلاش ديال 24 عام درت داري شاريها انا، والناس اللي كيشريو ديور كريدي انا شريت داري كاش وتقاتلت على ودها. ونهار فين لقيت راسي عندي دار وقادر انني نكون قوام، تماك فين ديسيديت انني نخطب واحد السيده ونتزوج بها. كون ما كنتش قادر ما كنتش غادي نمشي نخطب واحد السيده، انا ما عمري كنتسنى درهم من عند مرأة انها تعطي ليا، ما كنرضاش. هذه الاولى. ثاني حاجه شنو هو سبب الطلاق؟ سبب الطلاق هو ديك لابريسيون ديال السوشيال ميديا اللي انا ما بقيتش كنسبورتي، وكانت كتبدلني الغوت في وسط الدار. هذوك المشاكل ديال الدار كنا كنتسبوا عليهم، كنا كنتنوضوها قرباله. علاش؟ حيت كل شي حوايج كانوا في السوشيال ميديا انا ما كنتش قابل عليهم، ما كنتش راضي عليهم. انا نعطيكم مثال، هذاك البلان ديال انني ندير انايا اشهار البيجامات، حشومه عيب ديك اشهار البيجامات. تمشي مزوجه بواحد الراجل بشلاغمو ما كيرضاش. ملي كنت كنقول لك الشريفه هذوك الاشهارات الله يرضي عليك نقصي منهم، راه حشومه، راه كتبين لي المفاتيح ديالك كدير لي في راسها، لا ندير لي في راسي. وهادشي ولد بزاف ديال قله الاحترام بين لو كوبل، فين وصلت بينا اننا ولا الضرب في وسط الدار. لا فيولونس كونجوغال، انا كنت كنضرب. هادشي اللي بغيتي تفرشي فرشيه، يلا حطيه حطيني في الطبل بلا تقرقيب كيف كيقولوا، انا نفرش راسي قبل ما تفرشيني انتيا. يلا حطي السكرينات ديال الضرب. حيت انا ما كنتش كنرضى، كنت كنغير وما كنرضاش انا شي واحد يقول شي هضره، ولا شي واحد يشوف فيك شي شوفه ما هياش، ولا يكتب شي كومونتير ما هواش، ولا يجي عندي يسبني ويقول لي مرتك ما مرتك. مي سي نورمال غنجي ندور فيك. ملي كنت كنقول لك علاش ما تستريش، علاش ما ديريش الحجاب، مشيو للعمره انا وياك، شنو كنتي كتقول لي؟ دخل فوق راسك. شكون انت؟ انا كنت راجلك. مالي انا كنت علاش كنسمي صاحبك؟ راه من حقي ندوي على حقي عند مرتين، من حقي نقول لك ديري هادي ولا ما ديريش. ومني كنت كنعطي ان كونسي كنعطي ان كونسي لو بيان دو كوبل، ماشي كنت كنعطي ان كونسي لغرضي انا. عندي تيستوستيرون طالعه وانت عارف هاد القضيه، وعندي اون هيبر سيكسواليتي تو سي تري بيان. هادشي سمعتي سمعنا من عند الجينيكولوج، عارفني انا ما كنقدرش مقابلاش، عندي واحد النشوه واحد لونفي كبيره. وهادشي كان كيخلق لينا مشاكل، تو لو سي تري تري بيان. واحد الوقيته فين فريمون بلي كنقول لك ما ديريش هادي بنت الناس، لا ندير، ما ديري لوالديك، لا ندير. شنو قلت لك في الاخر؟ بغيتي ديري اللي بغيتي، ديري اللي بغيتي، انا نولي ندير اللي بغيت. وشنو في الاخر وقع سبب الطلاق؟ سيكو انا تالمون ما لقيت لم نشكي، انا ما عنديش عائله، الوالده ميته، الوالد اني با لا، انا جامي ايتي لا، العائلتي كلشي مات، لمن غادي نشكي؟ كان عندي مشاكل خايبه زوجيه، كنت كنحاول نصلح، ما عمري بغيت نطلق. وزري التعيش انا كنت زواني ديال بصح. وفي الاخر نهار خرجت بغيت نسترك شديتها بصح، حيت انا ملي كنبغي نكون فيدال غنكون فيدال 100%. كنعرف الميكانيزم ديال شي واحد اللي كيكون فيدال، كنعرفو مزيان، ولكن تي بوستيتيني ليميت صافي. بغيتي تخرج لي الطاعه ديالي، راسي بغيتي تخرجيه من بلاصتو. ملي كنت كنقول لك انايا، ملي كنت كنقول لك الشريفه ما ديريش هذه ما ديريش هذه، صافي انت ما كاينش الاحترام في لوكو، تو ما ريسبكتو با، باغا دير لي فراسك. انا باغا نوصل، انا باغا الفولورز، انا باغا المشاهدات. والكذوب الكذوب 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 يا مت الناس، علاش كديري اشهار لواحد الحاجه اللي ما خداماش؟ ماشي سوقك، دخل سوق راسك. اسك ديك الحسه ما خداماش مزيانه، بغيتو تعرفوا الحقيقه، ديك الحسه ما خداماش، كانوا كيشريوها البنات مساكن وما خداماش ليهم، وشحال البرودويات ما خدامينش. وملي كندوي في الحق انا اللي ما مزيانش، انا اللي ما مزيانش، عندي تيستوستيرون طالعه وانت عارف هاد القضيه، وعندي اون هيبر سيكسواليتي تو سي تري بيان. هادشي سمعتي سمعنا من عند الجينيكولوج، الوالد اني با لا انا جامي ايتي لا. انا كنت كنضرب. هادشي اللي بغيتي تفرشي فرشيه، يلا حطيني في الطبل بلا تقرقيب كيف كيقولوا، انا نفرش راسي قبل ما تفرشيني انتيا. مرض ديال بصح. الكذوب 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 على لي فولورز، الكذوب على المتابعات، الكذوب على كل شيء، وانا ساكت ساكت ساكت. او بزاف وبزاف
انا ما جاسيم توت لي كونسيكونس. والسبب شوف وصلت بيا علاش هي بغات تطلق، حيت انا مشيت شكيت على واحد خيتي ما ساكنش اصلا، ساكنه في فرنسا ما عمري شفتها. والسيدة شنو دارت هي اللي ما تسواتش، سوبريمي الكونفرساسيون كامله وخلاتني لي زابيل ديالي ومشات حطتني بوجهي مع رجاء، مشات حطتني بوجهي باش بنادم يشوف باش هي تقول لك احقا راهو راجلك راهو خانك. وانا ما خنتش، ودوك الصحابات ديال صحاباتك، هذوك صحاباتك هما اللي فاتكوا الشمل باش انا يتختار عليا قصه انني انا خاينك، الوغ انا ما عمري ما خنتك، جامي انا خنتك جامي. والبيشا عدا ليا قدام وخدام سيدي ربي الا خنتك، بغيت ربي ما يسهلش عليا. شو كي وليت كنهضر انا، واش انا عمري وصلت لهذا النيفو نولي نهضر بحال هكا في السوشيال ميديا؟ وانا كونتوني ديالي كامل ايديوكاتيف وكامل تعليمي وكامل اكسي على السبور وعلى النوتريسيون وعلى لا سيونس، ولينا كنهضروا بهذه الطريقه هذه حيت فريمون عييت بعد ما عرفني اصلا شنو كندير في السوشيال ميديا. كيسحاب لي انا كندير كونتوني تافه وصافي وعييت. بغيت حطي بغيت تحطي السكرينات ديال الضرب، ديال الضرب اللي كان بيني وبين حطيه. هذه اللي عندي في ودني، شكون دارها ليا؟ شكون؟ ماشي انت اللي طرتي عليا لودني باش طيرتي لي طرف من ودني؟ ديك هضره فيونس كونجوكا راه كانت متبادله، ماشي انا حمق غنجي نتعدى عليك انايا كندخل السكران مثلا للدار ونجي نستخف مرتي. وصافي راه بنادم راه بنادم كتوصل به صافي لواحد الدرجه، صافي راه ما كيبقاش عارف راسو شنو كيدير. جيت شنو درتي؟ مشيت شديت كونفرساسيون عليا شديتها سبب الطلاق، خرجت السوشيال ميديا انا تخدرت انا وبنادم ولا كيسحبنا انا ما عرفتش شنو داير كاع. بنادم كيسحبنا عمر الله انا شنو داير؟ وانا ما داير والو. ولا عندك شي حاجه اخرى من غير هادشي؟ وحطيها يلا. كاين شي حاجه اخرى من غير هادشي؟ ما كايناش. جاستين تو سكي جو دي. قانون انا غنهد فيك، انت كتهدديني في ستوريات. كتهدديني. عندي اللي كنفعل لي كنترك لي كنصوب لي كنترك لي. انا كدا انا كدا. بغيتك وبغيتك بزاف. واش اللي كيبغيك يدير هادشي كامل؟ وجوست كامتنون كاع ما قلت لي ديفو ديالك. ما قلتش لي ديفو ديالك. الزبايل ديالك وشنو كدير ديك الشيء ما هضرتش عليه، هضرت على راسي انا ضحيت براسي باش انت مازال تبقى بواحد الصوره مزيانه وما بغيتش ديك الدار. وباش طلقنا كان باقي عندي الكونت ديالك مفتوح وما درت لك حتى شي حاجه، حتى شيطانيت كون بغيت ندير حتى شيطانيت ولا ما عرفتش شنو درت ومشي لك الكونت دو افي ما عمر عاود يرجع. ولكن الا كنقول ديك البنيته كانت مراتي وكنت كنبغيها بزاف، كنت كنبغيك بزاف فريمون بزاف. حيت خصكم تعرفوا واحد القضيه البنات، اللي كيكون زواني ديال بصح نهار كيبغي يتزوج راه كيتزوج وحده اللي كيموت عليها، ما غيتزوجش وحده باش يتسمى مزوج، باش نكونوا صريحين. وحاجه اخرى خصكم تعرفوا ان الشواد الراجل لا علاقه لها بقلبه، لا علاقه لها بقلبه. وحنا جبدوا واحد السيجي بوليميك كبير اللي غيولي دابا قدوك تسخط ما بين الرجال وما بين العيالات. غنخلقوا دابا قدوك تسخط من ورا هذه الفيديو هذه اللي غيكمل الفيديو تاعو دابا. عرفتي راه فريمون عييت، هادشي كنت كامل دخلو في قلبي. وخلي دابا الصحابات ينفعوك اللي فرتكو لينا الشمل، صحابات اللي كيتعنبو عليا ويصيفطو ويسبريميو وتقول لك انا تهكا ليا الكونت، انا هكاو ليا الكونت، شمال الكونت تهكا ليك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.